بسم الله الرحمن الرحيم. غادي نشوف واحد الاكزرسيس في لي كونديسيون امبريكي. الاكزرسيس هو هذا نفس الاكزرسيس اللي تناولناه في لي كونديسيون العاديين، غير هو دابا ما غاديش نهملو لو كام كي دخل ليوتيليزاتور او نومبر نيل ان نومبر نيل. الاكزرسيس اللي هو اكري لان الالغوريثم كي دوموند ان نومبر ليوتيليزاتور اي ان فورم اون سويتش سي سو نومبر اي بوزيتيف و نيجاتيف او نيل. زدنا دابا الحالة التالتة اللي هي نيل. كنا في التمرين السابق قمنا بتجاهل هذه الحالة، مي دابا نو، يعني دابا ولاو عندنا تروا ديال الحالات. الحالة اما لي شيزاتور غادي يدخل النومبر بوزيتيف، اما غادي يدخل النومبر نيجاتيف، اما يدخل النومبر نيل. بما انك درت شي طروا ديال ليكا، طروا ديال الحالات عندك، ما يمكنلكش تستخدم السي العاديه. السي العاديه فيها يمكن كتعالج لك غير الحال او غير دوكا، يعني كتعالج لك جوج حالات، يا اما الحاله الاولى في السي ولا الحاله في الثانيه ديال سينا. اما الحاله الثالثه ديال النيول كتبقى ما كنخدموش عليها، حيت ما عندناش فين نديروها. كاين دو بلاص، كاين سي و سينون. مي دابا غادي نزيدو واحد سي وسط سينون اللي هما لي زان لي كونديسيون بريكي. غادي نزيدو هاد السي هادي وسط سينون باش نعالجو الحالة التالتة. ما علينا، غادي نشوفو الالغوريثم ديالنا. الالغوريثم سميتو سي محمد، فاريابل تكين واحد هو ان. هاد ان هذا هو ديال اللي غادي يدخل لي شي تزادوغ. اول حاجه دي بي كنعلمو المستخدم ديال البرنامج انه يدخل واحد العدد. دير كتقوم الليير بهاد ان، هادي تعوض هاد فاريابل ان كيتعوض بواحد العدد اللي دخلو ليوتيليزاتور. الليير كتدخل هذاك العدد في ان، يعني كتافيكتي ان هذاك العدد اللي دخل ليوتيليزاتور. كنجيو دابا في سي، كاين كيما كتشوفو انا درت ليكم واحد الاطار، كاين السي الكبيرة و السي الصغيرة هنايا. فانتوما السي الكبيرة هي كان سي، كاين الحالة الأولى إلا كان هداك العدد اللي دخل لوتيليزاتور أكبر من زيرو، كيطبق علينا هاد إكرير هادي، كيطبق علينا هاد إكرير هادي. إلا ما كانش أكبر من زيرو، وإنما أول حالة كيما قلت لكم إلا كان أكبر من زيرو، كيطبق هاد الاكرير وكيتجاهل هاد السينو كلها، يعني هاد السينو لي زانستريكسيون اللي وسط الاطار كلهم كيتجاهلهم. صافي راه الحاله ديالو عندو الحاله الاولى، صافي راه هي اللي كاينه الحاله بوزيتيف. يعني اذا ما كانش هاد ان بوزيتيف، يعني لي سيليزاتور دخل واحد العدد نيجاتيف او نول، غادي يوتيلي وهاديك الحالات فهاد السينون هادي. يعني هو غادي ينقص هاد الحالة هادي، سي ان اكبر من زيرو غادي ينقصها وغادي يدخل هاد السينون. هاد السينون غادي يزيد يتيستي عاوتاني سي واش ان صغر من زيرو. اذا كانت ان، بما ان هذا فو، صافي هذا صافي مشى، هذا درسنا هاد الحالة ديال الحالة الاولى صافي مشات، كو ان اي بوزيتيف. اذا كان فو مشات الحالة صافي، قلنا جوج حالات ندرسوهم، اما الحاله نيجاتيف او نيل. الحاله نيجاتيف غادي ندرسوها في هاد السي هادي. اذا كان السي نيجاتيف غادي يدخل لهاد السي وغادي يدير وسط هاد السي هادي، هادشي اللي وسط هاد السي غادي يديرو، وغادي يتجاهل هاد السينو هادي اللي في وسط السي، وغادي يكتب له لو نوبر اي نيجاتيف. اذا هاد الكونديسيون الثاني ما تحققش، يعني انه في الاول متحقق لوش كونديسيون الاول ودخل السينو وجا السي الثانية وما تحققلوش كونديسيون الثاني، وغادي يتجاهل هادشي ويدخل السينو الثالثة، وعاد غادي يبقى له بطبيعة الحال يبقى له حالة وحدة اللي هي نيل. يعني ما يحتاج انه يدير شي كونديسيون واحدة اخرى، يعني سي وحدة اخرى باش يتحقق بها. حيت صافي مابقا تسالاو ليكا، كاين طروا كان بوزيتيف نيجاتيف نيل. بوزيتيف ما خدماتش هنا، نيجاتيف ما خدماتش هنا، بقات الحالة الاخيرة اللي هي نيل ضروري انها تخدم هي السينو. طبيعي الحال الشيء في وسط السينو هذه الاخرى غادي يخدم اوتوماتيك، يعني غادي يقول له نمبر انيل وصافي، وغادي يتسال البروغرام ديالنا. كيف ما كتشوفوا هذه المراحله اللي هي فانسي كيما كتلاحظوا شحال ما عندنا من سي كنديروا فانسي. هاد فانسي هذه متعلقه بالسي الاولى، بالسي الثانيه،
وهاد فانسي هادي متعلقة بالسير الكبيرة الأولى وصافي سيتو هادي هو التمرين ديالنا وكتبدا تكون استوعبتو واخا فيه شوية ديال التخربيق مي شوية ديال التركيز وغادي تفهمو إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.